الرئيس السيسي يستجيب لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس السيسي يوجه التحية لأرواح الشهداء في ذكرى نصر أكتوبر ويؤكد تقدير الشعب لدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. بالتنسيق مع البنك المركزي، الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية. التاسعة مساء السادسة بالتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية تأتيكم من القاهرة. أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير، والبداية مع الزميلة سوزان شرارة. إليك سوزان. أهلا بك لؤي. مشاهدين الكرام أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي استجابته لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر معلنا ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. جاء ذلك خلال كلمة الرئيس السيسي في فعالية الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. والحق أقول أنني قد بذلت الجهد وصدقت العهد قدر ما استطعت، وتجردت للوطن مخلصا له العمل والنوايا. وكما لبيت نداء المصريين من قبل، فإنني قبل أن أقول الفقرة ديت هطلب منكم أن احنا نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى وندعوه ونقول له يا رب. طب من فضلكم، طب اسمحوا لي، إن كان يا رب في غيري أولى بها مني فوفقه ويسر لي. ويا رب إذا كنت أنا أولى بها فوفقني ويسر لي. انتوا عايزين تتعبوا على طول بقى. طيب متشكر جدا، فانني باذن الله ألبي اليوم نداءهم مرة أخرى وعقدت العزم. هقول مرة تانية يا رب أكون أنا أولى بها، يا رب أكون أنا أولى بها. وعقدت العزم على ترشيح نفسي لكم لاستكمال الحلم في مدة رئاسية جديدة. أعدكم بإذن الله بأن تكون امتداداً لسعينا المشترك من أجل مصر وشعبها. دعا الرئيس عبد الفتاح السيسي المصريين إلى أن يجعلوا الانتخابات الرئاسية المقبلة بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح. وأقول لكم بلسان صادق كما عهدتكم بأنني حين لبيت نداء المصريين وتوليت المسؤولية التي حملوني إياها لم أكن أملك خزائن الأرض أو جوامع الوعود الوردية لم أكن أملك سوى إيماني بالله وبمصر وانحيازي لإرادتكم والعمل بتجرد وإخلاص، حاملا معي شرف العسكرية المصرية ويكفيني بها وساما على صدري. واجهت معكم وبكل التحديات والأزمات وعبرنا معا جسور الأمل. واليوم
ونحن بصدد استحقاق انتخابي لتولي مسؤولية إدارة الدولة المصرية، فأنني كما تعهدت معكم منذ سنوات عشر مضت لا أبادر إلا باستدعاء المصريين الذين أدعوهم بدعوة صادقة أن يجعلوا هذه الانتخابات بداية حقيقية لحياة سياسية مفعمة بالحيوية، تشهد تعددية وتنوعا واختلافا دون تجاوز أو تجريح. وأبدى الرئيس سعادته بالتنوع في المرشحين للرئاسة الذين بادروا لتولي المسؤولية، معربا عن تقديره واحترامه لهم جميعا، مؤكدا أن التنوع هو ثراء حقيقي يدلل على خصوبة الأمة وقدرتها على البقاء. وكمواطن مصري قبل أن أكون رئيسا كانت سعادتي بالغة بهذا التنوع في المرشحين الذين بادروا لتولي المسؤولية، لهم جميعا مني كل التقدير والاحترام. فالاختلاف سنة الله في خلقه وحقيقة لا يمكن إنكارها، والتنوع هو ثراء حقيقي يدلل على خصوبة أمتنا وقدرتها على البقاء. هذا ودعا الرئيس عبد الفتاح السيسي كل المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية لإظهار الدولة بشكل ديمقراطي وليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد. جاء ذلك خلال مشاركة الرئيس السيسي في فعاليات الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز. وأدعو كل المصريين إلى المشاركة في هذا المشهد الديمقراطي ليختاروا بضميرهم الوطني المتجرد من يصلح، والله يولي من يصلح. تلك دعوتي الصادقة، وهذه إرادة المصريين التي أحترمها وأعمل بها ولها. أنا عايز أقول لكم إن أنا عمري ما وعدت وعود ولا قلت كلمة ما أقدرش أعملها. أنا كل اللي حاضر أقوله لكم إن أنا هفضل أشتغل أشتغل أشتغل، وربنا اللي يوفق. وأنا بكلمكم وبكلم كل مصري ومصرية، من فضلكم والله هيسعدني جدا ويشرفني جدا إن نسب المشاركة من كل المصريين اللي هم لهم حق الانتخاب ان هم ينزلوا، حتى والله لو لم يختاروني، حتى والله لو لم يختاروني. انا عايزكم تظهروا للعالم ان هنا في دولة، وهنا في ناس، وهنا في إرادة. إرادة الناس مش إرادة حاكم، إرادة الناس هي اللي هتجيب الحاكم. ولما الناس كده كلها تشوف في العالم كله ان كل المصريين نزلوا، اي ما كانت النتيجة هتسعدنا كلنا، لانها هتشرفنا وهتشرف بلدنا. احنا يعني بنقعد ساعات كتير جدا في امور كتيرة مش كتير على مصر، ان الناس كلها تشجع بعضها وتنزل واختاروا ما شئتم. اللي بيختار ربنا، واللي هيأمر بيه هيكون. أكد الرئيس السيسي أن المصريين حققوا ملحمة تاريخية يتجاوز اليأس والإحباط واسترداد مصر العزيزة من براثن جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوز التحدي لإعادة بناء دولتنا العظيمة. كما أشار الرئيس السيسي إلى أن أرض مصر ارتوت بدماء الشهداء والأبرار من خيرة أبنائها أثناء مواجهة الإرهاب الغاشم. شعب مصر العظيم، أيها الشعب الأبي الكريم، لقد كانت أوقات طيبة ومثمرة تلك التي قضيناها معا على مدار الأيام الماضية ونحن نسرد حكاية الوطن.
الوطن الذي نعمل من أجله جميعا، وواجهنا من أجل رفعته التحديات، وحققنا له بفضل الله الإنجازات. وأقول لكم لقد حققنا معا نحن المصريين ملحمة تاريخية حين تجاوزنا اليأس والإحباط، واسترددنا مصرنا العزيزة من براثن جماعة الظلام والغدر، ثم تجاوزنا التحدي لكي نعيد بناء دولتنا العظيمة ليتحقق لأبنائها الكرامة والعدالة والتنمية. واجهنا إرهابا غاشما أراد النيل من عزائمنا، وارتوت أرضنا الطيبة بدماء الشهداء الأبرار من خيرة أبناء مصر. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أبناء مصر وبناتها أعلنوا عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء الوطن وحققوا لها الفخر والمجد، مضيفا أن عزائم المصريين لم تضعف أمام التحديات. لم تلن عزائمنا أو تضعف أمام كل هذه التحديات، بل أعلن أبناء مصر وبناتها عن أنفسهم وخاضوا معركة بناء مصر، فحققوا لها الإنجاز، محققين المجد والفخر الوطني. وقد كانت إرادة المصريين وما زالت هي المحرك الرئيسي والباعث الأساسي لاستكمال الحلم في بناء دولتنا العصرية الحديثة التي تليق بما قدمه شعب مصر من تضحيات. تعهد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل واستكمال تحقيق الأحلام لمصرنا العزيزة ووطننا الغالي المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين. شعب مصر العظيم، ونحن على اعتاب جمهوريتنا الجديدة التي تسعى لاستكمال مسيرة بقاء الدولة وإعادة بنائها على أسس الحداثة والديمقراطية، فإننا نجدد العهد معاً على العمل من أجل استكمال أحلامنا لمصرنا العزيزة، وطننا الغالي المروي بدماء الشهداء وتضحيات كل المصريين. وطناً عظيماً قوياً قائماً على أسس العدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية ودولة المؤسسات التي تحقق لمواطنيها الحياة الكريمة. ولأجل أحلامنا سنعمل معا على تحقيقها. أكد رئيس السيسي أنه وجه الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة للعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار الوطني، كما أكد العزم على الاستمرار في هذه الحالة الحوارية، وأكد الاستمرار في تطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية لتتحقق للدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة بشكل دائم. قد تبعت باهتمام بالغ حالة الحوار الوطني التي كانت في شكلها الأولي مبشرة وباعثة على الاستمرار فيها، وقد وجهت الحكومة والأجهزة المعنية بالدولة للعمل على بحث ودراسة حزمة المخرجات التي أفرزها الحوار. وأؤكد لكم أنني أعتزم الاستمرار في هذه الحالة الحوارية، وكذا الاستمرار في تطوير وتنمية الحياة السياسية والحزبية. لتتحقق الدولة مسارات وبدائل ورؤى متعددة وبشكل دائم. أكد الرئيس السيسي يقينه في الأمة المصرية بأنها لا تخاف ولن تنكسر، مشيرا إلى أنه لا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، ولا تنكسر أمة تجرد شبابها من الهوى إلا عشق الوطن كشباب مصر. وبعد أن تابعنا خلال فعاليات هذا المؤتمر من أرقام وحقائق عن واقع الدولة المصرية كيف كان وكيف أصبح، فإننا نجدد العهد بأنه سيكون واقعاً يفيض بالخير والسلام والمحبة لكل المصريين
بإذن الله. فلا خوف على أمة يتعانق هلال مسجدها مع صليب كنيستها، ولا تنكسر أمة تجرد شبابها من الهوى إلا عشق الوطن كشباب مصر، ولا تسقط أمة حافظت سيداتها على صوت الضمير الوطني. فيقيني في أمتنا أنها لا تخاف ولا تنكسر ولا تسقط، بل تعلو فوق تحدياتها لتصنع للمجد أهراما وللحضارة تاريخا. كلف المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي المستشار محمود فوزي برئاسة حملته الانتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024 وأن يكون ممثله القانوني بها. جاء ذلك في تدوينة على صفحة الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، حيث أشار إلى ما أعلنه خلال الجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن بالاطلاع بمسؤوليته الوطنية، تلبية لنداء الملايين من المصريين لاستكمال الحلم وامتدادا للسعي المشترك من أجل مصر وما عقد عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية. وجه حزب مصر الحديثة رسالة شكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لإعلان قراره بالترشح في انتخابات رئاسة الجمهورية لفترة جديدة، استجابة لمطالب ملايين المصريين بترشحه في الانتخابات الرئاسية المقبلة. وفي بيان له تعهد حزب مصر الحديثة بالمشاركة الفاعلة في الانتخابات وتحفيز الناخبين على المشاركة بكثافة ليكونوا شركاء في صنع مستقبل مصر الزاهر وتقديم صورة مشرفة لمصر أمام العالم، مؤكدا دعمه الكامل للرئيس في مواصلة مسيرة الإصلاح والتنمية التي شهدتها مصر في السنوات الماضية والتي أسهمت في تعزيز مكانة مصر إقليميا ودوليا. توجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالشكر للرئيس السيسي على استجابته لنداء جموع الشعب المصري ومناشدة الاتحاد العام بالترشح في الانتخابات الرئاسية. وأكد الاتحاد العام أن عمال مصر على العهد والوعد خلف الرئيس السيسي لاستكمال ما بدأه من بناء الجمهورية الجديدة وبذل مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لتحقيق رفاهية وازدهار مصرنا الحبيبة. تقدمت مجالس إدارات الغرف التجارية المصرية بمحافظات مصر واتحادها العام بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لمناشدة أبناء مصر الأوفياء بقبول الترشح لفترة رئاسية جديدة، وأشارت إلى أن ذلك يأتي لضمان الاستقرار السياسي والأمني وللمضي قدما في الثورة التشريعية والإجرائية وتعجيل الإصلاحات الهيكلية والمالية والنقدية لنبدأ بقيادته في حصاد نتاج النهضة التي شهدتها مصر في البنية التحتية، لنخلق سويا فرص عمل كريمة لأبناء مصر الغالية في وطنهم، ولنحقق الرخاء الذي نصب إليه جميعا ويستحقه أبناء الوطن. كما توجه مجلس إدارة النقابة العامة للكيماويات بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على استجابته لنداء الملايين من عمال مصر بالترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية وحفاظا على الأمن والأمان في مصر. تقدمت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع بناء المواد بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته للمناشدة وإعلان الترشح لولاية رئاسية جديدة. وأكدت النقابة أن استجابة الرئيس السيسي جاءت بناء على طلب المواطنين الواثقين في قدرته على العبور بسفينة الوطن إلى بر الأمان والمضي قدما في استكمال مسيرة الإنجازات وتحقيق التنمية المستدامة. هنأت النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام والثقافة والأثار الرئيس عبد الفتاح السيسي لترشحه للانتخابات القادمة على منصب رئيس الجمهورية استجابة لمطالب العمال بالترشح. وأكدت النقابة أن العاملين سيقدمون مجموعة منهم للعمل في حملة الرئيس الانتخابية من أجل الدعم والمساندة، وأنهم سيحثون جميع زملائهم بالخروج يوم الانتخابات للتصويت لصالح الرئيس السيسي من أجل استكمال المسيرة ورد الجميل.
تقدمت النقابة العامة للعاملين بالاتصالات بخالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي لاستجابته وإعلانه الترشح لفترة رئاسية جديدة لمواصلة الإنجازات واستكمالا لبناء الجمهورية الجديدة واستمرارا للتنمية المستدامة واستكمالا للثورة التكنولوجية التي تشهدها البلاد. تقدم أعضاء مجلس إدارة النقابة العامة واللجان النقابية للنقابة العامة للعاملين بالصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية على مستوى الجمهورية بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لاستجابته لنداء الوطن لبناء مصر الحديثة التي تنعم بالاستقرار والأمان. وأكدت النقابة العامة للصناعات الهندسية والمعدنية والكهربائية تأييدها للرئيس السيسي داعين الله سبحانه وتعالى ولمصر العزيزة كل التوفيق والنجاح. شهدت ميادين وشوارع كافة المحافظات احتفالات ضخمة عقب إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في الانتخابات الرئاسية المقبلة التي سوف تنطلق ديسمبر القادم. ورفع المواطنون وأعضاء الأحزاب والنقابات وقوى المجتمع في كافة الميادين والشوارع صورا لتأييد الرئيس السيسي وأعلام مصر، كما رددوا الأغاني الوطنية وهتافات لدعم القيادة السياسية ودعم الجمهورية الجديدة التي أرسى قواعدها الرئيس السيسي. وأعرب المواطنون عن ثقتهم في قدرة الرئيس السيسي على تجاوز كافة التحديات والمضي قدما نحو استكمال مسيرة البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل الشعب المصري، مؤكدين أن الرئيس السيسي نجح في إعادة مصر لدورها الريادي إقليميا ودوليا. بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، وضع الرئيس عبد الفتاح السيسي أكاليل الزهور على النصب التذكاري للجندي المجهول وقبري الرئيسين الراحلين محمد أنور السادات وجمال عبد الناصر، كما ترأس اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة وقدم التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بتلك المناسبة. ووجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكدا أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، قام السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار. ثم قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، كما صافح الرئيس السيسي عددا من كبار رجال الدولة. وعددا من قادة القوات المسلحة.
وقدامى قادة حرب أكتوبر. ثم توجه الرئيس السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بقبر القبة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، حيث قام بوضع إكليل الزهور وقراءة الفاتحة ترحماً على روحه الطاهرة. وفي سياق متصل ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي في بداية الاجتماع التهنئة للشعب المصري وأبنائه من رجال القوات المسلحة بمناسبة الاحتفال بتلك المناسبة الوطنية. وفي نهاية الاجتماع وجه الرئيس السيسي التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لحماية الوطن وصون مقدساته، مؤكداً أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه. بعث رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة اليوبيل الذهبي لانتصار أكتوبر المجيد. وقال رئيس مجلس النواب في برقيته إن نصر أكتوبر المجيد أعظم انتصارات مصر في تاريخها الحديث، والذي جسد أصالة وانتماء شعب مصر وقواته المسلحة لهذا الوطن، وأثبت للعالم أجمع أنه لا تهاون مع معتد ولا تفريط في حبة رمل من أرض مصر الطاهرة، ولا تسامح في استرداد سيادتنا على أراضينا، داعيا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المجيدة على مصر بكل الخير. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على كل ما قدمه لمصرنا الحبيبة، ووضع مصر في مكانها المتقدم بين الدول عالميا وإقليميا رغم الأزمات الاقتصادية العالمية. وفي كلمته ألقاها نيابة عنه المستشار بهاء أبو شقة وكيل مجلس الشيوخ، أشار عبد الرازق إلى أن افتتاح دور الانعقاد العادي للمجلس يتزامن مع الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد الذي رد الأرض والكرامة لمصر والعرب أجمعين. كل عام يتزامن افتتاح دور الانعقاد العالي للمجلس بعد احتفالنا باجتماع نصر أكتوبر المجيد. وهذه هي الذكرى 50 بهذا النصر المبين الذي رد الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين. نصر يزداد سكنه ويفخر به عاما بعد عام، فتحية تقدير وإعجاز لجيش مصر الباسل الذي حقق ذلك النصر التاريخي منذ 50 عام. وفي هذا والذي قضى على أركل معاشر الأذهب الأسود في سنان الحبيبة لتفضي بفعلة القوات المسلحة ورجال سكوبني الحرية الوطنيين. إذا تحول سنان من ساعة معامل ومعناه إلى الإنتزاج إلى واحدة تهليل ونصبة شاملة في الحاضر والمستقبل إن شاء الله. تقدم رئيس مجلس الشيوخ المستشار عبد الوهاب عبد الرازق بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. قال إن تلك الذكرى المجيدة التي نستعيد فيها لحظات المجد والعزة والقوة التي صاغها أبطالنا البواسل في ملحمة سطروا فيها للتاريخ كيف استردوا الأرض والكرامة لمصر وللعرب أجمعين بعد نصر يزداد شأنه والفخر به عاما بعد عام، مؤكدا الفخر بهذه المناسبة، داعيا الله عز وجل أن يوفق الرئيس السيسي ويتمتع بموفور الصحة والعافية.
بعث رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم خلالها بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الوزراء بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات بمناسبة الاحتفال بالذكرى 50 لنصر أكتوبر المجيد. وأكد رئيس الوزراء في برقيته أن هذه المناسبة الخالدة التي صدرها شهداء مصر الأبرار بأحرف من نور ستظل مبعث فخر واعتزاز الشعب المصري بقواته المسلحة ورجالها الذين قدموا أرواحهم ودماءهم من أجل عزة وكرامة وتراب الوطن، إيمانا ويقينا بأنهم أصحاب الحق ليصنعوا ملحمة نصر أكتوبر المجيد. وتعهد رئيس الوزراء بتواصل العمل والعطاء لتحقيق التنمية الشاملة في ربوع البلاد. كما وبعث أيضا رئيس الوزراء برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، حيث تقدم إليه وإلى جميع أبناء القوات المسلحة البواسل من ضباط وضباط صف وجنود بأخلص التهاني القلبية مقرونة بأطيب التمنيات بمناسبة الذكرى 50 لنصر أكتوبر العظيم. وأكد رئيس الوزراء في برقيته أن رجال القوات المسلحة قدموا خلال نصر أكتوبر العظيم ملحمة خالدة وقف أمامها العالم أجمع لتصبح درسا في البطولة الخالصة والوطنية الصادقة. بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة. وقال وزير الدفاع في برقيته للرئيس السيسي إن حرب أكتوبر المجيدة ستظل ملحمة خالدة استردت للوطن كبرياءه وحررت أرضه المقدسة في سيناء وجسدت بطولة الشعب المصري وقواته المسلحة في تحقيق المعجزات وحماية المقدرات وتعزيز السيادة على كامل ترابنا الوطني مهما بلغت المصاعب والتحديات. وأضاف وزير الدفاع أن رجال القوات المسلحة وهم يهنئون الرئيس السيسي بهذه المناسبة الوطنية يؤكدون تمسكهم بروح أكتوبر والاقتداء بجيلها العظيم، متسلحين بعقيدتهم الوطنية الراسخة وقدراتهم القوية واستعدادهم الكامل للدفاع عن الوطن والذود عن مصالحهم العليا من أجل رفعة الوطن وشعبه العظيم. كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بهذه المناسبة. كما أصدر وزير الدفاع توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصلاع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد. كما أصدر رئيس أركان حرب القوات المسلحة توجيها لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصلاع العسكريين والجنود وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة بنفس المناسبة. بعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد. وأشار وزير الداخلية في برقيته للرئيس السيسي إلى أن هذا النصر العظيم سيظل رمزا للفخر والاعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة في البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجا يحتذى به في تاريخ العسكرية على مر العصور. كما بعث وزير الداخلية برقية التهنئة للفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، مؤكدا أن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوما شعلة مضيئة في تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهدا على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائما عالية خفقة. كما بعث وزير الداخلية برقية تهنئة للفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة موضحا أنه ستبقى ذكرى تلك النصر منارة تشهد للعالمين على صلابة جند مصر وحراس أمنها على مر السنين وفدائهم بكل غال ونفيس في سبيل رفعة الوطن ونهضته ورخاء شعبه العظيم.
أكد وزير الخارجية سامح شكري أن الذكرى 50 لنصر أكتوبر تسترجع كل معاني الكرامة والتضحية وتعكس صلابة الإرادة للشعب المصري وما تحمله أمتنا من تاريخ وحضارة وإخلاص للوطن في حرب باسلة سجلها التاريخ كواحدة من أعظم الحروب في العصر الحديث. جاء ذلك خلال كلمته في الندوة التي نظمها المجلس المصري للشؤون الخارجية احتفالا بالذكرى 50 لحرب أكتوبر المجيدة. وصرح المتحدث الرسمي بوزارة الخارجية السفير أحمد أبو زيد بأن وزير الخارجية أشار إلى أن ملحمة أكتوبر تجسد الإعجاز الذي مثلته في استقراء الواقع والرؤية طويلة الأجل والتي تأسست على قدرة القيادة السياسية والدولة على استشراف المستقبل والاستناد إلى شرعية الحرب من أجل السلام. كما تناول وزير الخارجية في كلمته التحديات والأزمات التي تمر بها المنطقة العربية اليوم والتي تقتضي تفعيل العمل العربي المشترك استلهاما من أحد أهم أركان ذكرى أكتوبر والتي جسدت دعما سياسيا وتكاملا بين القوى العسكرية والسياسية والاقتصادية العربية. أكد المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد أنه خضع لكشف شامل لحالته البدنية والصحية لمدة 3 ساعات. وأوضح رئيس حزب الوفد أنه سيتقدم يوم الخميس القادم بأوراق ترشحه رسميا للهيئة الوطنية للانتخابات لأن جميع الأوراق جاهزة بشكل رسمي، منوها بأن لديه برنامجا انتخابيا متكاملا سيعرضه على الشعب الأسبوع القادم. وطالب رئيس حزب الوفد الشعب المصري بالاختيار الجيد والموضوعي للمرشحين الذين سيتقدمون بالترشح وفحص برنامجه الانتخابي جيدا. اجتمع ممثلو الهيئة الوطنية للانتخابات مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة للوقوف على آخر الاستعدادات الخاصة لتيسير إتاحة مشاركة ذوي الإعاقة في الاستحقاق الانتخابي الخاص بانتخابات رئاسة الجمهورية المقرر لها ديسمبر المقبل، وذلك تفعيلا للبروتوكول الموقع بين الجانبين. تناول الاجتماع آليات وإجراءات تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة والتسهيلات المطلوبة لهم داخل اللجان من حيث الإتاحة المكانية والبيئية لمشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في العملية الانتخابية بسهولة ويسر. تخلل الاجتماع الحديث عن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية من خلال لغة البرايل، وتم الوقوف على آخر الأمور المتعلقة بتطبيق هذا الأمر داخل كل اللجان العامة والفرعية وتصويت المصريين في الخارج، كذلك توفير لغة الإشارة داخل اللجان من خلال البوسترات التي تسهل للأشخاص ذوي الإعاقة السمعية التعرف على آلية التصويت. تناول الاجتماع أيضا الحديث عن آليات الربط الشبكي ما بين الهيئة والمجلس من خلال غرفة العمليات المركزية لكل منهما، وآلية الرد وحل أي شكوى واردة للمجلس بشأن تصويت الأشخاص ذوي الإعاقة وتسهيل الأمر عليهم وتذليل أي مشكلات من الممكن أن تواجه عملية تصويتهم. وتعهدت الهيئة بحل أي مشكلة من الممكن أن تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم في العملية الانتخابية. استقبل وزير الخارجية سامح شكري المستشار وليد حمزة رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات والمستشار أحمد بن داري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، حيث تناول اللقاء استعدادات وزارة الخارجية لتنظيم استحقاق انتخابات رئاسة عام 2024 للمصريين في الخارج، وذلك وفقا للقواعد والضوابط والقرارات المنظمة التي تضعها الهيئة الوطنية. وأكد شكري حرص وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج على أداء الدور المنوط بها على أكمل وجه أسوة بالاستحقاقات السابقة، وقيامه بتوجيه البعثات بالالتزام بالحيادية والشفافية خلال كل مراحل العملية الانتخابية وتشجيع المواطنين المصريين في الخارج على ممارسة حقهم وواجبهم الدستوري بالمشاركة في هذا الاستحقاق الهام. من جانبه أعرب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات عن تقديره للدور الوطني المشهود الذي تطلع به البعثات الدبلوماسية المصرية في الخارج بشكل عام في الدفاع عن مصالح مصر وحماية حقوق المصريين. وفي سياق متصل ألقى رئيس الهيئة الوطنية
الوطنية للانتخابات محاضرة بمقر الوزارة للسفراء رؤساء البعثات المنقولين للخارج خلال الفترة القادمة. تضمنت استعراض القرارات والقواعد الصادرة عن الهيئة والجوانب الفنية والتنظيمية لعملية تصويت المصريين في الخارج. أعلن مجلس الوزراء أن الحكومة والصناع والتجار يتوافقون بالتنسيق مع البنك المركزي على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية. جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي لمتابعة موقف توافر السلع الغذائية في الأسواق وضبط الأسعار. وأكد رئيس الوزراء العمل معا على أن تكون هناك وفرة في السلع بما يسهم في انخفاض الأسعار. وأوضح أنه سيتم العمل بالتنسيق مع البنك المركزي على توفير المكون الدولاري المطلوب والتشارك معا في وضع حلول تضمن انخفاض أسعار السلع الأساسية. أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي عمق العلاقات الوطيدة التي تجمع مصر بدولة الإمارات الشقيقة والحرص على مواصلة العمل والتنسيق دوما من أجل تطوير تلك العلاقات ودفعها نحو آفاق أرحب، لا سيما في مجال تنمية الاقتصاد وتعزيز الاستثمارات. جاء ذلك خلال لقائه وزير الاستثمار بدولة الإمارات العربية المتحدة والوفد المرافق له، كما استعرض رئيس الوزراء أهم محاور تحسين البيئة الاستثمارية في مصر، حيث قدم شرحا حول جهود الحكومة لتحسين مناخ الاستثمار وتناول جانبا من المحفزات التي تم إطلاقها خلال الفترة الأخيرة تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار، وأكد خطة الطروحات الحكومية التي يتم تنفيذها حاليا بهدف منح دور أكبر للقطاع الخاص. كما شهد الاجتماع استعراض عدد من مجالات التعاون بين البلدين والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصرية في مجالات وقطاعات تحظى باهتمام البلدين. التقى رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي مسؤولي شركة فودكوم العالمية لاستعراض سبل تعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية. وخلال اللقاء أعرب مدبولي عن تقديره لمساهمة شركة فودافون في السوق المصرية، مؤكدا حرص الحكومة على توفير مختلف سبل الدعم للشركة بشكل مستمر بما يسهم في زيادة استثماراتها في مصر. من جانبهم أكد مسؤولو الشركة العالمية رغبة المجموعة في زيادة وتعظيم استثمارات الشركة في السوق المصرية وبحث فرص استثمارية جديدة، لا سيما أن مصر يمكن أن تمثل مركزا تكنولوجيا على المستوى الإقليمي في ضوء ما تمتلكه من مقومات وخبرات بشرية. كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عن أن العاصمة الإدارية توفرت 400 ألف فرصة عمل مباشر وغير مباشر. وأضاف رئيس الوزراء لإكسترا نيوز أنه مخطط أن تستوعب العاصمة الإدارية من 6.5 إلى 7 ملايين نسمة. هذه المنطقة وهي شغالة على مدار الست سنين اللي فاتوا بدون مبالغة كنا بنتكلم من 350 إلى 400 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة. كل يوم كان بيجي هنا مئات الالاف من الشباب المصريين كل يوم الصبح بيجوا بيشتغلوا. لو احنا بنحسب كده بالرقم ده، لو انا بقول 400 الف بني ادم بيشتغلوا، اضربي كل واحد فيهم بمتوسط 4 في الاسره، يبقى انا بتكلم ان انا كنت هنا في بيوت مفتوحه وبتصرف لعدد من المصريين ما يقرب لغايه 2 مليون بني ادم. ده انا بتكلم فقط اللي هم بيجوا كل يوم الصبح وبيشتغلوا، وبيشتغلوا من كل حته في مصر، مش جايين فقط من القاهره. احنا هنا عندنا كان بيجوا بناس من اقصى الصعيد، من بحري، من سيناء، بيجوا وبيقعدوا في المعسكرات بتاعه العمل وبيقعدوا بالاسبوع والاثنين وبينزلوا بعد كده اخر المده الزمنيه او هم واخدين الاجازه، وكل واحد معاه دخل بيأمنوا لاسرته. فالنهارده بقى ده جزء كبير جدا من هذا الهدف الرئيسي. احنا النهارده عندنا كم مليون فرصه عمل مطلوبه للدوله انها تخلقها كل سنه؟ مليون فرصه عمل على الاقل، ده على الاقل. طب النهارده المشاريع دي كلها لو ما كانتش اتعملت كنا هنقول كان المفروض القطاع الخاص هو اللي يعمل هذه الفرص. انا بقولها لحضرتك لان انا كنت عارف تماما وبقعد مع القطاع الخاص، كان من يعني من الظلم ان انا احمل القطاع الخاص مسؤوليه ان هو يخلق هذا الكم الرهيب من فرص العمل في فتره دقيقه جدا من عمر هذه الدوله.
كما أكد رئيس الوزراء أن الدولة لم تتحمل أي أعباء مالية لإنشاء العاصمة الإدارية، وأشار مدبولي إلى أنه تم إنشاء شركة للعاصمة الإدارية الجديدة تدار بقوانين الشركات مثل منظومة القطاع الخاص، يشارك فيها جهات الدولة ولكن لها ميزانية مستقلة ولم تكلف الدولة جنيها واحدا. وعايز بس عشان أوضح هذا الكلام، لأن دايما بتقال ما انتوا حملتوا الدولة مبالغ كبيرة جدا. من أول لحظة حتى عشان إمعانا في زيادة إن إحنا بنقول إن الدولة بعيدة تماما عن هذا الموضوع، كان قرار سيادة الرئيس إن تنشأ شركة للعاصمة الإدارية الجديدة، شركة زيها زي أي شركة بتدار بقوانين الشركات وبالتالي زي منظومة القطاع الخاص. شركة العاصمة الإدارية مشارك فيها جهات الدولة، ولكن هي ليها موازنتها المستقلة تماما ولم تكلف الدولة جنيه واحد. حضرتك موازنات الحكومة موجودة وبتراجع في مجلس النواب ومحطوطة، لم تكن هناك أي مصاريف على موازنة الدولة ما تحت مسمى العاصمة الإدارية الجديدة. فبالتالي كل التكلفة اللي بدأت كانت من خلال الشركة الممثل فيها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، اللي بدأنا مع بعض بننشئ هذا الموضوع بعيدا تماما عن موازنة الدولة. أنشأنا بداية المرافق، التخطيط نفسه، الشبكات، وحتى الحي الحكومي، لكن في نفس الوقت بالتوازي مع ده بدأنا نتيح الأراضي للقطاع الخاص، وابتدت الشركة تتيح الأراضي للقطاع الخاص عشان يجي هو كمان ينمي، عشان برضو تبقى هي تحقق فكرة ان يكون عندها موارد وعائد. هي مش هتصرف وخلاص. فمن اول لحظة بدأنا صحيح صرف، ولكن في نفس الوقت بدأنا نتيح الأراضي من اول، على فكرة من بعد بضعة اشهر من بدء الإعلان وبدأنا ننفذ البنية الأساسية، بدأنا نتيح الأراضي للقطاع الخاص عشان هو يدخل ويشارك معنا في التنفيذ. استقبل وزير الخارجية سامح شكري وزير الهجرة الهولندي إيريك فاندربرغ، وذلك خلال زيارته التي يقوم بها حاليا إلى القاهرة. شهد اللقاء تأكيد الحرص المشترك من الجانبين على تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وهولندا، لا سيما في مجال الهجرة والانتقال بها إلى آفاق أرحب، والبناء على التعاون المثمر القائم بينهما في مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر. كما تطرق اللقاء إلى مختلف أوجه التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مجال الهجرة وسبل تطويره ودفعه قدما. أعلنت وزارة الصحة تقديم 267,765 خدمة من خلال حملة 100 يوم صحة خلال 24 ساعة في جميع محافظات الجمهورية. وأضافت الوزارة أن حملة 100 يوم صحة قدمت خدمات التوعية والتثقيف الصحي لنحو 39,500 مواطن من خلال فرق التواصل المجتمعي المنتشرة بالمناطق العامة والنوادي والمولات بالمحافظات، لرفع الوعي وتوجيه المواطنين إلى تلقي خدمات مبادرة الصحة العامة التي تقدمها الحملة. بحث وزير الصحة دكتور خالد عبد الغفار مع ممثل منظمة الصحة العالمية لدى مصر نعيم القصير، بحث الاستعدادات المشتركة النهائية للاحتفال بحصول مصر على الشهادة الدولية بخلوها من فيروس سي. وخلال اللقاء أشادت القصير بالجهد الذي بذلته الدولة للوصول إلى خلو مصر من فيروس سي من خلال الاستراتيجيات الصحية التي أطلقتها، فضلا عن كافة الإجراءات المتبعة التي مثلت مسيرة طويلة تكللت بالنجاح وخلو الدولة من هذا المرض، بما يحقق استراتيجية الوزارة في الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين. تعقد منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي احتفالية دولية كبرى لإطلاق عام إسيسكو للشباب السبت المقبل بالعاصمة الإدارية الجديدة. وتتضمن الاحتفالية عددا من الموضوعات الهامة، منها رؤية الإسيسكو في مجال بناء قدرات شباب دول العالم الإسلامي وجهود الدولة في رعاية وتمكين الشباب في عهد الرئيس السيسي، فضلا عن دور وزارة التعليم العالي في دعم المبدعين والمبتكرين. كما تشهد تكريم مجموعة من الشباب المبدعين والنابغين والمبتكرين في العالم الإسلامي.
أعلنت مؤسسة حياة كريمة استمرار توزيع جميع المستلزمات الدراسية والشنط المدرسية في مبادرة راجعين نتعلم. كما أعلنت المؤسسة مضاعفة جميع عملياتها لمساعدة الأسر الأكثر احتياجا، وأطلقت حياة كريمة مبادرة راجعين نتعلم في مختلف محافظات مصر بمناسبة عودة الطلاب للمدارس، إيمانا منها بالدور الذي يقع على عاتقها تجاه المجتمع. نظمت مديرية الصحة بدمياط قافلة طبية شاملة في قرية النوادرية التابعة لمركز فرس كور بمحافظة دمياط، وذلك ضمن جهود المبادرة الرئاسية حياة كريمة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين. المزيد في التقرير التالي. النوادرية دي بتتبع مركز فرس كور، وهي طبعا مستهدفة في خطة القوافل العلاجية لأنها بينطبق عليها معايير إقامة القوافل إن هي تكون بعيدة عن أقرب مستشفى مركزي أكتر من 15 كيلو، فبالتالي بتندرج في خطة القوافل. بنبدأ نجهز للقافلة من قبلها بوقت كافي، ممكن أسبوع أو أكتر. بنراجع قاعدة البيانات اللي موجودة في مركز المعلومات عندنا، وبنعد إعداد لوجستي للمكان، بندرس المكان واحتياجاته الصحية. أنا بشكر رئيس السيسي على القافلة الطبية اللي بعتها لنا، جميلة والله وفيها خدمات حلوة وبرعونة والله. احنا بنشكرهم والله على الهدية الحلوة دي يعني اللي هم هدونا بها. والله أنا كنت عندي تحليل عايز أعمله وما كنتش عارفة أعمله عشان مانيش قادرة، وعملوه لي والله النهاردة. عندنا كل حاجة، وعندنا العربية توافة، وأنا كشفت على الضغط وعلى السكر وعلى الخشوني والحمد لله، وجابوا لي علاج. جيت حللت للضغط والسكر ورحت حولت للعظام وجبت العلاج، والحمد لله قافله حلوه سياده الرئيس، والشغل هنا جميل قوي، واحنا ناس فلاحين يعني على قد حالنا. ونشكر السيد الرئيس على كل حاجه اولا، واحنا يعني قافله حلوه، واعطانا كشف وكشف كشفنا مرتين وجبنا العلاج والحمد لله، والدنيا حلوه هنا الحمد لله. تواصل الدولة جهودها نحو تحسين المسار الاقتصادي الآمن والحفاظ عليه نتيجة للإصلاح الاقتصادي الذي بادر به الرئيس عبد الفتاح السيسي، وهو ما انعكس إيجابا على مؤشرات الأداء الاقتصادي خلال التسع سنوات الماضية. ولمعرفة المزيد نتابع العرض التالي.
رحب رؤساء البنوك المصرية بقرار مبادلة العملة المصرية مع الإمارات. ونقلت مجلة أموال الغد عن رؤساء البنوك تأكيدهم أن القرار يعتبر أحد الحلول غير التقليدية لتخفيف الضغط عن الدولار والعمل على فتح مجالات لزيادة الصادرات المصرية. وبحسب أموال الغد، قال رئيس بنك القاهرة إن الاتفاقية تتيح تنويع استخدامات النقد الأجنبي وتحقيق الاستقرار النقدي للدولة. فيما قال رئيس بنك التنمية الصناعية إن اتفاقية مبادلة العملات تمثل أحد الحلول غير التقليدية التي تنعكس إيجابيا على النشاط الاستثماري. واعتبر رئيس بنك سيب أن اتفاقية مبادلة العملات تساهم في تخفيف الضغط على العملة الأجنبية وبالتالي زيادة الاحتياطي النقدي. فيما قال رئيس بنك كيو أم بي الأهلي إن توقيع اتفاقية مبادلة العملة مع الإمارات تخفف من آثار الالتزامات الواجب سدادها على مصر. واعتبر رئيس بنك التعمير والإسكان اتفاقية مبادلة العملة تعد من أفضل الطرق لتوفير النقد الأجنبي بعيدا عن الاقتراض. وأشار رئيس المصرف المتحد إلى أن توقيع اتفاقية مبادلة العملة مع دولة الإمارات تتيح توفير سيولة دولارية في سوق الانتربانك. وأوضح رئيس بنك قناة السويس أن تكرار اتفاقيات مبادلة العملات يساهم في عودة أسعار الدولار إلى مستويات مقبولة. جهود حثيثة بذلتها الدولة خلال السنوات العشر الأخيرة لرعاية القوى العاملة وتنظيم استخدامها في الداخل والخارج. نتابع. تابع وزير الإسكان عاصم الجزار موقف المشروعات السكنية والخدمية بمدينة قنا الجديدة، مشددا على ضرورة مواصلة الجهود المبذولة في تنفيذ المشروعات الخدمية لتلبية احتياجات المنتقلين للسكن بها والمترددين عليها. وأوضح وزير الإسكان خلال اجتماع أنه بالنسبة لوحدات المبادرة الرئاسية سكن كل المصريين، فتضم المدينة 6800 وحدة سكنية تم وجاري تنفيذها، مشيرا إلى أنه تم ويجري تنفيذ نحو 49 مبنى خدميا متنوعا بالمدينة، فيما تمت الإشارة إلى أنه تم تخطيط المنطقة الصناعية بمساحة تقدر ب 487.5 فدان وجاري تنفيذ أعمال المرافق بها، حيث من المقرر أن توفر المنطقة الصناعية حوالي 40,000 فرصة عمل. ختام جولتنا الإخبارية، وهذا تذكير بأهم العناوين.
الرئيس السيسي يستجيب لنداء ملايين المصريين في كل ميادين مصر ويعلن ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة. الرئيس السيسي يوجه التحية لأرواح الشهداء في ذكرى نصر أكتوبر ويؤكد تقدير الشعب لدور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن. بالتنسيق مع البنك المركزي، الحكومة والصناع والتجار يتوافقون على مبادرة لخفض أسعار السلع الأساسية. مشاهدينا، لمزيد من الأخبار يمكنكم تحميل تطبيق إكسترا نيوز من خلال أبل ستور أو جوجل بلاي أو من خلال الكيو آر كود الظاهر على الشاشة. نشكر لكم طيب المتابعة. تقبلوا تحياتي أنا سوزان شرارة وتحيات زميلي لؤي أباظة وتحيات فريق العمل. إلى اللقاء.